أهلا بكم عبر شارع الفن، نتمنى منكم متابعة هذا التقرير. أي فكرة بتقطع، أي موضوع بيستفزني، يعني خلينا ندور على الفرح، ندور على الضحكة بالرغم من كل المآسي، ما بيأثر، هول موجودين هول الأشخاص هيك، ولما تصير تسمع البارازيت تبعهم معناتها نحن عم نتقدم. شهرور مساء الخير، نحن جيناك من بيروت اليوم هيك وراك وراك، أو قبل أول سؤال ضعفين، صح ولا لا؟ يعني هي أحلى إشاعة بسمعها أنا، مرة هيك مرة هيك، ماشي الحال. مغروم؟ إن شاء الله. الغرام بضاعف أو إيه؟ ممكن. ممكن. خبرنا اليوم هيك السهرة مع أستاذ سعيد، اليوم نحن جينا من بيروت تنشوف جنوبها تجنوبي لما بيومي هيك بضل دايما في حفلات، في بسط، في فرح. خبرنا اليوم هاي الحفلة بالخيال، شو حنسمع منك هيك ننطرب اليوم؟ أول شيء يعطيكم ألف عافية، اسم الله عليكم، سباقين وموجودين بكل المطارح. أنت قلت مسيو جون، يعني قديش حلو خاصة بظل هيدي الظروف نضل نخلق الفرح، دايما نقول كيف نحن دايما مع ثقافة الحياة والأجواء الحلوة، أكيد من بيروت للبقاع للجنوب للشمال، إن شاء الله يا رب هيك نقدر نكون نقدر نكون سبب ببث الطاقة الإيجابية عند الناس بمناسبة وبأعياد وبغير أعياد إن شاء الله. يسعد مساكم يا حبايب قلبنا. تعودنا عليك على التيك توك، لما ما نشوفك على التيك توك هيك بنستفقد، صار عندك جمهور هيك منتشر بكل انحاء العالم، قديش حلو هيك بيطلبوا منك اغاني غنينا سمعنا، دايما بينطروك شحرور هذا الطاقه الايجابيه اللي بتعطيهم اياها للعالم. صح، هيدا الشيء نحن لقدرنا ركزنا كثير سوشيال ميديا وتيك توك تحديدا، اخذنا قرار اوريدي انه بعدنا شوي عن جو الحفلات، هلا رح نصير نقسم بين هون وبين هون، بس تفقدوني تيك توك بنكون حفلات وبس شو، والعكس تماما، يعني كيف يعني بدنا نقسم كرمال يكون راضيين كل الناس اللي بيحبونا ان شاء الله. بدي وجه تحيه لخيك كمان، بدي له الحمد لله على السلامه. كمان عمليه جراحيه صغيره، بس هيدا الجوكر كرمال يضل قوي بكل المطار. قديش حلو هيك المسرح اليوم، ما شاء الله العالم بلش ينتلي المكان، بس تعتلي المسرح قد ايه بصير مسؤوليه بعد تنضاف اليك شحرور؟ اكيد اول شيء محل حلو، بنوجه لهم تحيه، اداره مطعم خيال، تحضيرات كتير حلوة، وهيدا مكاني، يعني تفاعل الناس وعلى المسرح كمان أكيد تفاعل العالم غير ما يكون واحد يمكن على اللايفات، مع أنه على اللايف في شيء من التفاعل، بس هلأ أنت على الأرض وأكيد حنولع ونكسر الدنيا اليوم. توعدنا بأغنية سينجل جديدة أو يمكن ألبوم، ما بعرف. نحن صرنا في نوعين من الأغاني، بتحس صار في أغنية تسوق وفي أغنية تخلينا نسميها هيك ترند تيك توك، مثل ما عم نعمل إشي على تيك توك. إن شاء الله أكيد في أكثر من فكرة، بدي يصير سميها الأغنية يمكن فكرة، لأنه اليوم بتحسها هيك فكرة تطبع بالرأس وتحب الناس. خبرنا أستاذ سعيد إنه في سفرات لبرا كمان، إن شاء الله يكون فيك مفاجآت حلوة، تحضيراتها كيف حتكون؟ عم نشتغل على أكثر من تور إن شاء الله، بس هلأ كمان ركزنا يعني بالسوق اللبناني، عم نكون بين لبنان ودبي. حلو. أوكي، وإن شاء الله أكيد في حجوزات، إن شاء الله موعدين يكون صيف حلو. وأكثر من بلد برا كمان عم يجينا كذا عرض، لنشوف وين راح نلحق نكون. خلال الشهر الفضيل تبعت مسلسلات، قدرت أو لا؟ خليني أقول لك إنه سمعت عن المسلسلات بس ما كنت ثاقب، ما ثاقبت كثير، وأنا عندي خصلة إنه إذا بدي أتابع مسلسل ما بحب إذا بدي أروح علي مشهد واحد بحس حالي إنه تحرقصت، فبجمعهم بلكي برجع بحضرهم على ويب سايت بعدين. اشتقت لصوتك، بنسمع شيء كان دندن شيء. يلا عليهم هون وعلى الستيج، شو بدي دندن لك؟ لقيتك والدنيا ليلتي لي مخطوبة، يا ليل ما بعده ليل يا ناعس مهدوبة، لقيتك والدنيا ليلتي لي مخطوبة، يا ليل ما بعده ليل يا ناعس مهدوبة. هذا بيثبت لكل الحاقدين اللي بيقولوا الشحرور ما عنده صوت، شو بتقول لهم؟ هول يمكن مش عم يقدر يسمعوا، هول ما هول نحن عم شو بيقولوا، عم نقطع جدار الصوت عندهم، بطلوا يسمعوا، قاطعينهم براحل، ما بيأثر، هول موجودين هول الأشخاص هيك، ولما تصير تسمع البارازيت تبعهم معناتها نحن عم نتقدم والنجاح مؤكد إن شاء الله.
خبرنا شو هيك عن الشركة مع أستاذ سعيد. في كتير حفلات, في كتير أشياء, ممكن شوفك على شيء صغير عم بتمثل أو بعيد كليا؟ لا بالعكس, يعني أنا من قبل دايما ما تروح هذا الموضوع أكثر مرة بنطرح علي أشياء أدوار, بس خليني أقول أنه أدوار ثانوية بتكون مشاركة بشي عمل معين تاركة. كل ما كبر اسمنا, كل ما تمكننا أكثر بالدومين تبعي بصير بتصور أنه بصير واحد بيعلم أكثر يعني من ناحية التمثيل. بس بحب حس أنا عندي أكيد تجربة, عندي دارس هيدا الموضوع, بحب المسرح كثير بس مأجلينا شوي. وأحلى شيء يعني صار لحد هلأ 2024 هو هيدا شو بدي سميه, بدي سميه كامستري أكثر ما بدي سميه مانجمنت ولا شغل مع أستاذ سعيد ظاهر اللي دايما بوجه له تحية. أهم شيء هيدا اللي بس تحس فيه تخاطر, بس فيه توافق بالعقل وبالقلب وبالروح, هذا أكيد رح يعطي ثمار جميل إن شاء الله. سألته الأستاذ سعيد إذا ممكن يكون فيديو بينك وبين جاد نجمع جيلين سوا, قال لي ممكن هيك نسمع شيء ومنك شيء, شو رأيك؟ إن شاء الله أكيد إلي الشرف كمان جاد اسم الله عليه, الشبوبية الحلوة والصوت الحلو, يلا كل الأفكار وردي إن شاء الله أكيد. أنا ما حطول عليك, بعرف إنه عندك مسرح وعندك جمهور ناطرك, رح نستمتع الليلة هيك ننبسط. وهيك كيف بتعيد العالم بالأيام الجاية, شو بتقلهم هيك شحرور؟ نحن جينا على الحياة لحتى نكون سبب, ودائما نعطيكم أمل كل اللبنانيين خاصة, وكل كل الأشخاص, أي حدا عنده وجع عنده هم عنده مشكلة معينة وين ما كان بالعالم يتذكر دائما أنه في دائما هيك شمعة أو نور عم يضوي بالأفق, خلي هو يسعى ويروح لعنده. يعني خلينا ندور على الفرح, ندور على الضحك بالرغم من كل المآسي والمشاكل والحروب, وإن شاء الله الله يقدرنا ونكون نحن جزء بسيط بنساهم بهذا الشيء عند قلوب الناس. لأنه عم نحكي عن تيك توك استذكرت شغلة هيك, شفتك قوي تكون معصب أو تكون هيك مقهور, ليش؟ هلا لأني عفوي, أنا عم بطلع بشخصيتي الحقيقية, أي فكرة بتقطع أي موضوع بيستفزني بحكي, ومثل ما إذا كنت قاعد بين أهلي أو بين أصدقائي والناس كيف بتفاعل بهيدا الموضوع, كيف يمكن بيستفزني هيك وقت عم تطلع ردة فعلي قدام الناس. ولكن إن شاء الله أنه ما كون عم بزعج حدا, والناس بالعكس عم تتقبلني, يمكن عم يتفهموا ردة فعلي. أنا بتشكرك ونطينك على المسرح إن شاء الله. أكيد شكرا لكم, يعطيكم ألف عافية, مليون تحية. من موقع شارع الفن نشكركم على حسن المشاهدة.